اهلا وسهلا يا عبد الله. طبعا نحن من اكثر الناس اللي بنتابعك على السوشيال ميديا وعرفنا انت يعني مخرج ابداعي، تمام؟ فاكيد كل شخص مر في مرحله في حياته عشان يوصل لشغفه وطموحه، فابغاك تحدثنا اكثر او تكلمنا عن كيف وصلت لطموحك وشغفك. تمام. في بداياتي كنت ادرس في مجال مختلف تماما، مع الشغل والضغط النفسي والدوام والمحدوديه في المهام والديسكريبشن والاشياء هذه، وصلت مرحله ان قررت ان انا لازم اوقف اللي قاعد اسويه وانتقل لشيء انا احبه. ففي يوم واحد قررت اني اقدم استقاله، وبعدها توجهت في مجال ثاني. بدايتي كانت كمصمم مع شركه عالميه في الرياض، والحمد لله اثبت نفسي وكسبت خبره في المجال. طبعا عبد الله انا دائما عارفه انه انت محتواك في السوشيال ميديا خارج عن المألوف تماما، وكل مشاهدين لايف ستايل حيشوفوا ايش يسوي عبد الله، بس عندي سؤال، نحن كيف نعرف او نصنع محتوى على السوشيال ميديا ابداعي؟ اول شيء السوشيال ميديا عباره عن منصه، اثبات وجودك فيها هو عباره عن مهنه. الاستمراريه، ويكون عندك خطه نشر، يعني اول شيء خطه كتابه المحتوى بعدين نشرها، بموجب انك تعودين متابعينك على الاوقات اللي انت تنزلين فيها، نفس التلفزيون وغيره. بنفس الوقت حاولي تكون متميزه، فور اكزامبل كبلوجر مثلا، يكون عندك نمط معين تعودين فيه متابعينك ويتعودون عليك فيصيرون ينتظرون منك الاكثر والاكثر. طريقه النشر، طريقه الكتابه، بنفس الوقت انتظامك في موضوع الستوريز والاشياء هذه، كل هذه الاشياء تعتبر ديسكريبشن المهنه معينه اللي انت تخدمين نفسك فيها وتكون سي او نفسك لحسابك. بس لازم كمان نوريك توتوريال المويه يا عبد الله، لانه انا لما شفت توتوريال المويه قلت هذا لازم الكل يشوفه. يعني قديش هو الموضوع ترى، يعني اللي يفكر بعمق في الموضوع حيفهم انه يعني شكرا عبد الله، فهمت؟ فحنشوفها. بعدها بتحطين الايس، تفضلي. ايش الهدف من التوتوريال ومن انك اكتشفت كيف نسوي المويه؟ بالنسبه لطرحي للمحتوى انه فكاهي او سخيف ممكن نقول، لكن الهدف الاساسي منه اذكر الناس انه دائما يشربوا مويه. فما تتخيلين اول ما بديت الفكره كنت صاحي الصباح وقررت اني اسويها، شفت تفاعل الناس على الموضوع بشكل ما تتخيلين. شكرا انك ذكرت اني اشرب مويه، شكرا انك علمت الطريقه الصحيحه اني اشرب مويه. يا جماعه انا منبهره كل شيء في العالم مو طبيعي. Oh.